اي حد بيتحكم عليه بالحبس ويهرب لازم نكون عارفين انه ممكن يكون بريء وممكن يكون متهم، لكن لما اغيب اكتر من اللازم وما ارجعش بدليل براءتي يبقى انا كده فعلا شخص متهم، وده بالظبط اللي ينطبق على تغريدة السيد في قضية الزوج والزوجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة مع محمد سيف الدين. ليه تغريد ما ظهرتش لحد دلوقتي؟ وكلنا عارفين إن أي حد بيهرب من السجن أو أي حد بيهرب من حكم عليه علشان يتحبس يا إما بيكون متهم يا إما بيكون بريء. لما يكون الشخص بريء وهرب من السجن أو هرب من الحكم اللي عليه اللي صدر من المحكمة، مش المفروض بعد الغياب أو بعد طول الغياب اللي هو غابه ده يرجع بدليل براءته؟ ده ما حصلش مع تغريد السيد. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقه النهارده، ما تنساش تدعم الفيديو بلايك، وما تنساش تشترك في القناه عشان يوصلك اشعار بالفيديوهات الجديده، ولو انت مشترك ما تنساش تفعل الجرس علشان يوصلك الفيديوهات اول باول. وكالعاده مستني اراء حضراتكم في التعليقات، واكيد راي كل واحد فيكم يهمني، وعاده انا بسيب الرقم الخاص بيا في صندوق الوصف لو اي حد حابب يتواصل معايا او اي عنده اي مشكله حابب نعرضها هنا في القناه ممكن يتواصل معايا. مين اللي معاه الحق ومين اللي معاه الباطل؟ اولا الشخص اللي معاه الحق بنلاقي الناس كلها واقفة معاه، اما الشخص اللي بيستمر في الباطل وبيتمادى فيه الناس بتكون ضده. لكن في بعض الاحيان احيانا الناس بتتصدم او بتتصدم من اجابات المتهم ده او المجني عليه، وكمان بيقدروا ان هم يتعاطفوا معاه ويقفوا في صفه. ده بالظبط اللي حصل في قضية تغريد ومحمد الهادي. كل ما كان محمد الهادي بيوجه اتهام لزوجته هي كانت بتطلع تنكره، يعني لما عمل DNA لقى ان البصمة الوراثية لاولاده او للاولاد مش نفس البصمة الوراثية لمحمد الهادي. طبعا لما محمد الهادي عمل التحاليل والتحاليل اثبتت عدم ابوة محمد الهادي لهؤلاء الاطفال، زوجته هاجمته وقالت له ان انت مزور التحليل ده وباتفاق مع ناس انت عارفهم في معمل التحاليل. نيجي بقى للسؤال الاهم وهو سبب حلقتنا النهارده، ليه تغريد لما هربت من الحكم اللي حكمته المحكمه عليها ما رجعتش بدليل براءه او دورت على اي مخرج مثلا للقضيه اللي هي وقع فيها؟ طبعا اي حد موجود او بيتحبس وبيهرب من الحبس يا اما بيكون متهم وعايز بيهرب، يا اما بيهرب علشان يثبت براءته وبعد كده بيسلم نفسه. تغريد لحد دلوقتي اتحكم عليها وهي الان متغيبه وما رجعتش ولا اظهرت اي دليل براءه ليها. وكان في طلب برضو كنت عايز اطلبه من حضراتكم، هو اي حد يعرف رقم محمد الهادي يقدر يبعتهولي او يتواصل معايا على الرقم الخاص بيا الموجود في الديسكريبشن. في رجل اعمال سعودي حاب يتواصل مع محمد الهادي علشان يديله فلوس، وعنده شقه هنا في مصر مستعد ان هو يتبرع بيها لمحمد الهادي. فاي حد رجاء يعرف اي رقم لمحمد الهادي ويقدر يوصلهولي فيا ريت تقدروا توصلولي الرقم. لحد هنا وصلنا لنهايه حلقه النهارده، اتمنى ان يكون الفيديو عجب حضراتكم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه عشان يوصلك اشعار بالفيديوهات الجديده، ولو انت مشترك ما تنساش تفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اول باول. وكالعاده مستني اراء حضراتكم في التعليقات. تزورونا في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.